مشكلة. رأيكم ايه في دعم الاعلام للمنتخب؟ الاعلام الحقيقة بيدعم المنتخب طبعا، ما حدش يعني مدخر جهد مع المنتخب. الاعلام المصري كله ورا منتخب مصر، منتخب مصر بيمثلنا كلنا وفي دعم كويس للمنتخب، لكن الفكرة المنتخب نفسه لازم يدعم نفسه. تعامل السوشيال ميديا مع المنتخب؟ لا، تعامل محبط وسلبي، وده نتيجة ده المنتخب. يعني ده يعني السوشيال ميديا بتتحرك بناء على ما تراه، شايفه ان الاداء سيء، شايفه ان التشكيل سيء، فبالتالي احنا لازم ندعم، لازم نبقى داعمين. ما في دعم، بس برضو كابتن سيف، الاعلام دور الانتقاد، دور الانتقاد. يعني انا زعلت جدا احنا لا، الاعلام مش دور الانتقاد، احنا لا دور الانتقاد طبعا. فندم ازاي يعني يا فندم؟ ليه ما احنا بنتكلم ليه؟ طيب يا فندم، أيوة بس توقيته، هو النقد يا فندم او الانتقاد ده هيروح، ما انت توصل لاخر نقطه بعد كده هتقعد. ما هو بيروح يا كابتن، بيوصل النقد، بيوصل. بس هو لازم نقد يعني بناء. يعني هقول لحضرتك على حاجه، يعني نقد ايه؟ بناء مهم جدا، لازم نقد. كابتن سيف، لازم النقد غير الانتقاد. ايوه، انا بقول لحضرتك النقد ما بقولش الانتقاد. انا بقول لحضرتك النقد، يعني اللي هو انا وعمرو وكل الاعلاميين. انا زعلت جدا. لا، انا قلت النقد. انا زعلت جدا مثلا من تصريح عصام الحضري امبارح، لان تصريح عصام الحضري ده بجد يعني ممكن يكون يهز شويه من علاقه بين النقاد الرياضيين يعني اصل كلمه البحث عن ترند بيقصد بيها مين؟ بيقصد بيها اعلاميين، وده تصريح غير موفق. يعني بقول له عصام الحضري، لا بس هو وسع، لا حضرتك ما وسع الدايره. لا، هو بيتكلم عن مجموعه معينه. انا قال اعلاميين، مدربين، ايوه، لاعبين سابقين. طب يعني هو بيعمل ايه المشكله؟ طب ليه؟ انا يعني مع كامل احترامي لعصام الحضري، وهو راجل تصريح غير موفق، بس تصريح غير موفق يتكلم مش وقته. لكن انت ليه ما تعملش مشكله للمنتخب في التوقيت ده؟ ليه في التوقيت ده بتخسر الناس اللي ممكن تدعمك؟ يعني انا ممكن اخسر، يعني انا كنقد رياضي لما اكون قاعد في البيت واسمع عصام الحضري يقول لك النقاد الرياضيين والاعلاميين ومش عارف ايه اللي عايزين يكسبوا ترند، مين يكسب ترند على حساب منتخب مصر؟ طب انا عجبني جدا تصريح عصام الحضري ان معايا اربع حراس مرمى كلهم رقم واحد. ده تصريح اكل شهات، يعني كل مدرب اكل شهات. ايه ازاي؟ كل مش كله لا كابتن احمد ناجي ما بيقولش كده، والله العظيم بيقول. لا كابتن احمد ناجي صاحب مدرسه واحد واثنين وثلاثه واربعه. ايوه، بس مش هيوقع الباقيين. ما لازم اقول لك كلهم زي بعض، لازم اقول كلهم زي بعض، بس ما يقولش كلهم رقم واحد يا كابتن سيف. ده تصريح معنوي، بس لا مش معنوي. ايوه، بس ده كل المدربين الحصان كل مدرب عنده فكر. لا يا استاذ علاء، لا الكابتن كل مدرب عنده فكر غير التاني. طول عمري بساله يقول لي انا صاحب مدرسه، ده واحد، ده اثنين، ده ثلاثه، ده اربعه. عصام امبارح طلع بمدرسه جديده، انا كل اللي عندي رقم واحد. امال ليه كان بيزعل ليه لما كان لما الناس كانت بتقول ده رقم كل حراس رقم واحد، وهو كان مدرب، وهو كان حارس مرمى منتخب مصر؟ مالناش دعوه. طيب ما هي نفس الفكره، ما دي عقليه. هو عقليه رقم واحد هو. لا، كان بيزعل ان الناس تساوي بينه وبين الاخرين، يقول لك لا انا رقم واحد. لا كلهم رقم واحد. لا يعني انت حضرتك شايف ان ده غلط، حضرتك شايف ان ده صح؟ لا، انا شايف ان التصريح ده تصريح موفق جدا، وتصريح يعني يتواكب مع العصر اللي احنا فيه، ويتواكب مع ان الاهلي، الزمالك، الاسماعيلي، الاتحاد، كل انديه كبيره. الحارس المرمى اللي عندهم حارس هو رقم واحد، فبالتالي هو رقم كلهم رقم واحد. طيب تعالوا الفكره، هختار مين من رقم واحد؟ طب تعالوا نشوف كده الحضري قال ايه. الحمد لله والشكر لله. طبعا مبروك 3 بونت. احنا طبعا مش هقول في احتاج 3 بونت، اكيد احتاج 3 بونت عشان الثقه تبقى ترجع تاني. مبروك للشعب المصري طبعا والجماهير المصري اللي بتحب مصر، دي اول شيء. نتمنى ان احنا ربنا يكرمنا النهارده ان شاء الله. خلاص يعني يوم هيعدي وان شاء الله هنفكر في الماتش بكره ان شاء الله، استعداد لماتش السودان ان شاء الله. من وجهه نظري انا هم الفتره الحاليه في حراس مرمى كتير، بس اكيد انا صريح، هم دول الفتره الحاليه هذه بتاعتهم هم. ونتمنى زي ما قلت لك ان احنا يبقى عندنا حراس، وحراس عندنا اتنين كبار معاهم خبره، كان الشناوي او كان جبل، معانا صبحي جاد حلو حراس مرمى منتخب اللون برضه بياخدوا الخبره. بنجهز دول حراس مرمى الفتره اللي بعد اللي جايه ان شاء الله، يعني ربنا يدي العمر طبعا كل الناس. بيشتغلوا معايا، بيتعبوا جامد، لان انا واحد في تمريني بحب كل حاجه جد. هم بسم الله ما شاء الله. شوف الشناوي، الأربعة عندي هم يعتبروا رقم واحد، ما فيش عندي حاجة اسمها واحد واثنين وثلاثة واربعة. بتعامل معهم كلهم كرقم واحد عندي. طالما بيجوا منتخب مصر يبقى هم رقم واحد، زي ما هم في ناديهم رقم واحد يبقى هم عندهم في منتخب مصر رقم واحد. احنا جهاز فني، مش هقول صعبين شوية، ان احنا قافلين على نفسنا، احنا نحب نشتغل في صمت، ما بنحبش ان احنا نتكلم ونرد على حد. احنا شغلنا
تمريناتنا بنفكر احنا بس حاجة واحدة اسمه مصر. اما كل الجهاز اللي عايز يقول يقول، اللي عايز يعبر عن نفسه يعبر له هو، احنا ما بنردش على اي حد. احنا عندنا مهمة بنستعدها بنشتغل بيها كأس الأمم، اعلامنا كله بنحترمه، بس لما يبقى اعلام ناس لاغراض شخصية او لاغراض ناس بتبقى عايزة توقع منتخب مصر ما نعرفش. بس زي ما قلت لك احنا بنلعب باسم مصر، اللي بيحب مصر وبيعرف اسمه مصر يجي ينزل هنا ويشوف اللي مثل مصر واللي بيستشرت مصر هو اللي بيحس بيه. اما الكلام اللي بيطلع ومنتخب مصر والمشاكل والناس وكل يوم اللي عايز يعمل ترند، اللي عايز يعمل مليون مشاهدة على مصلحة، لمصلحة مين؟ لغرض ايه؟ لغرض شخصية. طب وبلدك، بلدك اللي احنا جايين نلعب كاس امم، هنا جايين نلعب كاس امم وعايزين ناخد كاس امم. بس زي ما قلت لك في الاخير احنا ما بنلتفتش الحاجات دي، اللي عايز يكتب يكتب، اللي عايز يقول يقول، احنا بنحترم الناس كلها، ما فيش اي مشاكل. ان كان اي ناقد او ان كان اي مدرب او ان كان اي حد بيطلع ينتقد منتخب مصر، هو قبل ما ينتقد منتخب مصر اكيد بينتقد نفسه. دي تصريحات الكابتن عصام الحضري مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني والاسطوره. طبعا تصريحات الحقيقه يعني في مجملها تصريحات جيده هادئه، بغض النظر اتفقنا على جملتين، اعترضنا على جملتين. استاذ علاء برضه لا مش جيده، لا لا طبعا خالص خالص جملتين. لا خالص لا لا مش دور مش دور عصام الحضري، مش دور عصام الحضري انه يرد على الاعلام، مش دوره خالص. واحد بيقول لك احنا قافلين على نفسنا وفجاه بيقول لك اللي احنا بنسمع ممكن ونقول. ممكن اطلب منك طلب؟ لا انا بس عايز اطلب. عصام ده اخويا يا فندم، انا والله العظيم عصام انا ده بس أخويا، انا عايز اطلب طلب. انا صاحب مدرسه ان في توقيت في ماتش يوم الاربعاء، فاحنا استاذن حضرتك احنا داعمين. طيب يا كابتن سيف النصيحه عايز تقولها لعصام ايه؟ انا خليك تقول له النصيحه. انا نصيحه اقول لعصام ركز اكتر في الملعب وسيبك من الاعلام خالص، والاعلام ليه دور مهم جدا وليه دور ايجابي جدا في دعم المنتخب الوطني. استاذ علاء، استاذ عمرو، انا بقول نفس الكلام ان الكابتن عصام لازم تركز كويس جدا مع فريقك، تركز مع الحراس، تطور من مستواهم. احنا داعمين للشناوي، لابو جبل، لمحمود جات، لصبحي. تصريح على فكره عصام الحضري هايل في موضوع ان الاربع حراس على نفس المستوى وعلى نفس المسافه. بيفكرني بحضرتك يا كابتن سيف ان على نفس المسافه. تمام. بس هو الفكره احنا بقى عايزين نشوف ده يترجم. عارف اكتر حاجه بتعجبني فيك ايه؟ تاخد التصريحات اللي على مزاجك وتفصلها. احنا داعمين المنتخب والجهاز الفني بتوفيق كابتن عصام الحضري. ركز يا عصام، سيبك من الاعلام دلوقتي، ركز لان هو اهم حاجه الملعب، هو ده المهم. ولكن الحقيقه تصريحات برضو فيها جزء هادئ جدا، فيها ان انا عندي كله رقم واحد، احنا بنعمل حراس مرمى جيدين، ركز وان شاء الله باذن الله كل التوفيق للمنتخب الوطني في القادم. فاصل ونرجع.